مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، مع حضراتكم من محافظة الشرقية وتحديدا من قرية بدران التابعة لمركز ومدينة منيا القمح. احنا تحديدا موجودين داخل منزل السيدة سهير الحسيني بيومي بنت مدينة منيا القمح والحاصلة على جائزة الأم المثالية على مستوى الجمهورية، واللي اتكرمت امبارح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. احنا معانا السيدة سهير دلوقتي هتحكي لنا تفاصيل اكتر عن قصة كفاحها، هنتعرف بيها دلوقتي مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سهير الحسيني بيومي من كفر بدران مركز منيا القمح الشرقيه. اهلا وسهلا بحضرتك والف مبروك. الله يبارك فيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ربنا يديك الصحه. احنا عايزين نعرف بقى من حضرتك كده، شعورك ايه اول ما سمعتي ان حضرتك هتتكرمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي كأم مثالية على مستوى الجمهوريه؟ انا كنت سعيده جدا وفرحانه ومبسوطه جدا جدا الحمد لله، و الفرحة بصراحة ما كانتش مساعيان بجد بجد. طيب رد فعلك كان ايه ساعتها اول ما عرفت بالخبر؟ يعني كان رد فعلك ايه ساعتها؟ كنت مبسوطة، مبسوطة جدا، وكنت ازاي هقابل الريس، ازاي يعني، كان حاجة بصراحة بالنسبة لي جديدة، وكنت بس كنت فرحانة، فرحانة قوي كمان. ألف مبروك يا الله حبيبي، يبارك فيك يا فرحنا فندم. بجد. الله يبارك فيك. طيب قولي لي بقى، اتكلمت مع الرئيس ولا اتكرمت على طول ولا لا، ايه؟ هو كرمنا على طول كل لنا، كنا كتير، كنا حوالي 46 نفر. كان كنا شعورك ايه بقى وانت بتتكرمي كده من الرئيس وبتستلمي منه الجايزة اللي هي الوسام الجميل اللي معانا ده؟ كان شعورك ايه بقى ساعتها؟ كنت فرحانة طبعا ومبسوطة. طيب قولي لي بقى، عايزين نتكلم بقى عن قصة كفاحك من البداية، من أول ما اتجوزت. يعني عايزين نعرف القصة الجميلة اللي احنا عرفناها دي، احنا عايزين بقى السادة المشاهدين تسمع من حضرتك. والله انا ست اتجوزت وكنت مبسوطه جدا مع جوزي ومع اولادي الحمد لله، وربنا كان من علينا بالخير والنعمه، وكان معايا محمد ويارا ومصطفى، وعايشين مبسوطين لحد فتره معينه. طبعا يارا طلع عندها ضمور في العضلات، هي ومحمد الاثنين الكبار، واحنا ساعتها كانت صدمه بالنسبه لنا انا وباباهم، بس تقبلنا الموقف وعشنا معاه، والحمد لله ربنا كرمنا فيهم وبقوا أحسن ناس من كم أحسن جبتي كم السلام. طفل؟ 4 أربعة أطفال أهو، معاكي، منهم دلوقتي 3 صح؟ 3، وفي كانت في جودة الله يرحمها كان باباها سايبني حامل فيها، توفت في أثناء عملية لوس. طيب لما أنجبتي الدكتورة يارا والأستاذ محمد، محمد، محمد فرقة 4 كلية تجارة. ظهر موضوع الضمور عليهم أول ما اتولدوا ولا ظهر لا بعد فترة لا من لا، الحمل؟ يارا كان 10 سنين، محمد كان 6 سنين. عملت ايه بقى في الموقف ده لما اكتشفت حاجة زي كده، وخصوصا ان كانت في الابن الكبيرة وبعدين لقيتيها في الابن الصغير كمان؟ والله هي كانت بالنسبة لي فعلا كانت صدمة، بس أنا يعني تقبلت الصدمة وعشت معاهم، وهم بنجاحهم وتفوقهم كانوا بيفرحوني، فبصراحة يعني ما كانش صعب عليا بجد. هو كان صعب في الأول، بعد كده تأقلمت معاهم وعشت معاهم، ما كانش صعب عليا بقى بعد كده. وجي وفاة باباهم بعديها على طول، عشت مع باباهم قد ايه؟ 15 سنة. 15 سنة، يعني هو متوفي دلوقتي بقاله كام سنة؟ 12 سنة. 12 سنة. أصعب موقف مريتي بيه بعد وفاة والدهم؟ كان موت أخته. كان وفاة أختهم. طب مريتي بقى مواقف تانية بعد الوفاة دي كمان مع أبنائك وكده، خصوصا الدكتورة يارا والأستاذ محمد، بمواقف صعبة قلتي كان نفسي إن هو يكون مثلا معايا، يكون سند ليا أو كده؟ هما أكيد كانوا المواقف كتير، بصراحة عايزاكي بقى تكلميني هما عليها. كانوا سندي وكانوا ظهري، ونجاحهم كان بيفرحني، وكانوا دايما بيقووني بسعادتهم وتفوقهم. يعني لما يكون في أي موقف صعب كان تفوقهم ونجاحهم هو الأكبر هما حاجة بتديكي بينسيني دافع التعب. إن حضرتك تكملي لا وتصبري بصراحة هما نجاحهم كان وتكملي بيخليني أكمل وتنجحي. غصب عني، كانوا بيفرحوني، فلازم أبقى في ظهرهم، لازم أدعمهم، لازم أبقى جنبهم، فكنت فرحانة بيهم، فما كنتش بحس بالتعب. طب ايه اكتر موقف بسطك؟ نجاح الدكتور نجح
هي طبعا. دلوقتي معيدة في كلية تجارة صح؟ أول معيدة في كلية تجارة من ذو الهمة. ذوي الهمم صح؟ تمام. عرفت لما عرفت إن هي هتبقى أول معيدة في كلية تجارة من ذوي الهمم، كان إيه رد فعلك ساعتها وكان إيه سجدت شعورك؟ للأرض شكري لله. سجدتي شكرا لله. طب هي اتعينت أو جالكوا الخبر كان في سنة كام؟ 2020. 2020. تمام. 2020 بلغنا دكتور هلال معامل الكلية. دكتور هلال عفيف. تمام. لا هو ممكن اوضح حاجة. انا اصلا هنتقل لك دلوقتي، طبعا هنتقل لمشاهدي ومتابعي موقع جريده اهل مصر، الدكتوره يارا دلوقتي اول معيده من ذوي الهمم في كليه التجاره جامعه الزقازيق. اهلا بك يا دكتوره أهلا بك يا على أستاذ، موقع جريده اهل مصر. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. الف مبروك للست الوالده، وهي فعلا تستاهل عن جداره التكريم بجد على تضحياتها وعلى مسيرتها كفاحها معاكم، وانها يعني انجبت اولاد زيكم، مثال مشرف لاي اسره مصريه ولاي بيت مصري ان يبقى فيها زي امثالكم اول معيده في كليه تجاره وولدين تانيين مؤهلات عليا برضو، يعني بجد هي تستاهل التكريم وتستحقه. الحمد لله، الله يبارك فيك، هي فعلا تستاهل لانها تعبت معانا كتير، ويمكن كل اللي احنا فيه دلوقتي بفضلها وبسببها. يعني احنا عايزينك تحكي لنا على مسيرة والدتكم معاكم، وقد ايه هي تعبت معاكم برضو خلال السنوات اللي فاتت دي، وخصوصا كمان بعد وفاة الوالد، وانها اصبحت لوحدها ومسؤولة عن 3 أبناء. بصراحة ماما بعد وفاة بابا كانت أب وأم ونعمة الأب والأم، ما كانتش محسسانا أبدا بغيابه، أي حاجة كنا بنطلبها أو بنحتاجها بتعملها لنا، كانت دايما في ظهرنا وبتسندنا وبتساعدنا، رغم إن ناس كتير بعد وفاة والدنا خصوصا بسبب التعليم والمصاريف والمجهود البدني إنها يعتبر بتعمل لنا كل حاجة، ناس كتير قالوا لها بلاش، هيوصلوا لإيه، هيعملوا إيه، آخرهم هيقعدوا في البيت تاني مش هيعملوا يعني حاجة. كان في مثلا بعض الاقارب او الجيران او مثلا ناس كتير المعارف كانت بتقول لها انت هتستفيدي ايه، هم مثلا بالظبط، هيتعبوكي وكده فمش مش لازم هياخدوا تعملي، مجهود، مش هياخدوا اي منك اما حاجه، كنا شايفين انه هيبقى مجهود على الفاضي ومش هنوصل لحاجه ومش هنعمل حاجه. ولكن باصرارها وصبرها قدرت بالعكس، تكمل هي كانت دايما تقول وتكمل لنا، معاكي. هي شايفه ان احنا كان فينا طموح وعايزين، فكانت دايما تقول لنا اللي انتوا عايزينه اعملوه وانا في ظهركم، مالكمش دعوه وهي باي حاجه اكيد تانية. لمست فيكم برضو يعني نقطه التفوق الدراسي وكده، الحمد لله فده اللي يمكن صبرها انها فعلا تخليكم حقيقي تستكملوا مسيره تعليمكم لحد ما بقيتوا في المؤهلات العليا اللي انتوا بقيتوا فيها دلوقتي، فعلا المناصب اللي بقيتوا فيها صح؟ صح، ده حقيقي. كان انا بيديها دفعه قويه انها تكمل. بالظبط، وبالعكس ده ردة فعلها كمان، وان هي تدعمنا وان هي بتبقى في ظهرنا، ده خلانا نتشجع اكتر. يعني لو الحلم الواحد كان حاجه بسيطه، لا هيحلم انه يبقى اكتر واكتر. يعني كان حلمي ان انا مثلا ارتب على القسم عشان اقدر اتعين مش عارف ايه، لا بقى حلمي ان انا اطلع الاولى على الدفعه كلها، اطلع الاولى على الكليه كلها علشان افرحه. فعلا لما سمعنا خبر ان انا اقولها على الدفعه انا ما كنتش مصدقه، حتى بعد ما الدكتور هي اكد لي الموضوع وبلغني كنت مبسوطه جدا، وبرضه خايفه ما يجيليش تعيين لاي سبب إن كان بقى، فكنت مرعوبه لحد ما جالي التعيين، وكفايه فرحتها. يعني انا فرحتي بنجاحي كانت فرحه مامتي بس. حضرتك بتشتغلي يا ست الكل؟ لا طيب بعد طب الولد كان بيشتغل ايه زوج حضرتك؟ كان شغال خباز في فرن. طيب كان يعني بس ما كانش موظف صح؟ لا قدرت تكملي ازاي برغم كل الصعوبات دي؟ يعني هو ما كانش موظف، ما كانش فيه مثلا معاش مثلا من كان في شغله او معاش كده، لي، كان كان مطلع معاش وقبل ما يموت بشهر. قبل ما يموت بشهر كان مطلع معاش. معاش مبكر، معاش مبكر. كان 188 جنيه. ده كان في البداية كان 188 جنيه. كان 188 جنيه في البداية خالص أول ما قولي لي اتوفى. عملتي ايه بقى كان بال188 عندنا جنيه دي؟ محل يعني من صغير 12 كده. سنة برضو كان مبلغ بسيط، حتى برضو لو من جدا. 12 سنة كان مبلغ ضئيل جدا. طب قدرتي تكملي ازاي كان وتربي عندي محل اولادك صغير، وتعلمهم هو التعليم العالي، كان عندنا وبرغم محل، الظروف اللي هم فيها بيحتاجوا مصاريف كتير؟ يعني قولي لي بقى عملتي ايه؟ عندنا محل صغير كده كنت ببيع حبة حاجات فيه، منظفات وحاجات، كملت فيه زي ما هو كان بيعمل، ومع معاش باباهم، وكان في تكافل وكرامة ليارا كرامة ومحمد برضو كانوا بيساعدوا، كانوا برضو وربنا كان بيبارك في كان القليل. بيسد كل اللي بتقولي عليه ده. كنت كان بيسد والحمد لله، كنت بمشي نفسي على قد ما اقدر بصراحة. يعني كنت ممكن اجي على نفسي عشان خاطرهم، ممكن اجي على نفسي علشان اوديها المدرسة بالتوك،
بجد. انتي بتروحي معاهم المدارس الدكتورة يارا والأستاذ محمد، بتروحي معاهم المدرسة والكلية. طبعا كنت بودي محمد، كنت بودي مثلا تعب ومشقة عليا الصبح، كنت اودي جود الحضانة وارجع اجي البس السيارة واوديها الجامعة، وياخد محمد واوديه المدرسة، وراح اجيب يارا من المدرسة، وراح اودي يارا الكلية واجيبها من الكلية. كان صعب كان شوية. بيبقى فيه صعوبة، وخصوصا برضو في وسائل المواصلات، برضو حتى من البداية زمان كان غير وسائل المواصلات زمان دلوقتي كنت بقت بوديها أفضل. بتوك توك، كنت بودي يارا المدرسة لحد ثانوية عامة بتوك توك، انما الجامعة كانت بعربية. ما راحت الجامعة بقى ومحمد راح المعهد، بقيت اودي بعربية. واجهتي برضو صعوبات كتيرة في نقلهم من المدرسة للمدرسة للكلية للبيت، صح؟ ده اكيد. بس بصراحة هي صعوبات كانت شديدة شوية، بس حاولت اتحمل واجي على نفسي واصبر عشان ربنا يديني. كنت بتقولي ايه للناس اللي كانت بتحاول تحبطك وتقولك خليهم مش يكملوا تعليم؟ انا كنت كنت بترد عليهم؟ انا كنتش برد عليهم، كنت بس بتقولي والله كان كنت هم يقولوا لي كده، بس انا كنت بزعل في نفسي، بس ما كنتش بحسس دول، لان ما كنتش عايز احسسهم بعجزهم، ما كنتش عايز احسسهم ان الناس كلها عايزه تحبطهم. كنت معاهم، مالكوش دعوه بحد، ما تسمعوش كلام حد. قالوا ايه بقى بعد ما شافوا ولادك بقى في المناصب وفي الكليات اللي هم فيها؟ انا قالوا لي عندك حق، وانا حسيت ان انا كنت صح في كل حاجه انا بعملها، كان عندي حق في كل حاجه، ان انا ادعمهم وابقى في ظهرهم وابقى معاهم. هما كانوا مدينك القوة دي، صح؟ هم اللي كانوا مديني القوة والصبر والإرادة، بجد على تحملهم وعلى صبرهم وعلى إرادتهم إن هم عايزين يكملوا ويبقوا حاجة. وفعلا والحمد لله بتحلمي بإيه؟ ربنا يخليهم ليا ويبارك لي فيهم. ودكتورة يارا تناقش الماجستير إن شاء الله ما شاء وتفرحنا الله بقى، تاني. يعني دعواتك قريب إن شاء الله. ربنا يوفقك يا رب. طيب قولي لي نفسك في ايه؟ نفسي في عمرة ربنا يكتبها لي يا رب ربنا يا رب يكتبها يا لك. رب، ربنا يكتبها لي يا رب. ونفسي إن كل أم تقف جنب ولادهم وتساعدهم وتدعمهم وتعمل لهم اللي هم عايزينه وتصاحبهم وتبقى في ظهرهم. نفسك تشوفي ابنائك الثلاثة دلوقتي ايه؟ أنا نفسي أشوفهم أحسن ناس في الدنيا. كل أم بتتمنى أولادها أحسن ناس في الدنيا. إن شاء الله تشوفهم أفضل ناس في الدنيا بإذن الحمد الله. لله. كمان معاكي بقى، ألف مبروك بقى على ماتش الماجستير اللي قريب إن شاء الله تبقى يا كملي رب بقى فيها إن شاء يا الله. رب إن شاء الله تشرف. إن شاء الله يا حبيبي. قولي لي إيه المواقف الصعبة اللي كنت بتمر بيها وكانت مامتك بتبقى معاكي وبتقولي يا ريت بابا مثلا كان موجود، وكنتوا بتقدروا تتغلبوا عليها إزاي؟ يعني قولي، احكي لي بقى حتى لو مثلا موقف مثلا صعب مريتي بيه. طيب انا لو قلت انه ما حصلش يعني هتصدقي؟ يمكن الموقف اللي كان بيضايقني مثلا انه كان بيبقى صعب شويه انك تقدم في اي مصلحه حكوميه. كان الاول ما فيش كفاله للام في التقديم والكلام ده او اي حاجه، لازم يكون عصب مثلا، فكان بيبقى صعب. لازم حد والدك مش موجود، طب ما في مثلا امام بعيد او مش موجودين دلوقتي، وكان خالي دايما اللي معانا، فكان بنواجه صعوبه وشويه او مشاكل. يعني طيب ليه كده؟ بس كان الموضوع بيعدي بسرعة، لأن بتلاقي ناس برضو معاكي، بتلاقي ناس بتساعدك. يعني فعلا ببركة دعوة والدتي كانت كل الأمور بتيسر كل حاجة، بتلاقي حتى دعم لو من اللي حواليك. دايما. بجد وسبحان الله، يعني حتى لو حصل لي أي مشكلة بلاقي الحل في ساعتها، مش بستنى أفكر لو ده حصل هعمل إيه أو كده، لا، هي المشكلة بتحصل والحل معاها في نفس الوقت. ما بلاقيش فرصة إن أنا ألاقي أي مشكلة. وبصراحة والدتي كانت دايما فعلا نعمة الأب والأم، مفيش حاجة كانت ناقصاني، مفيش حاجة كنت محتاجاها وما لقيتهاش. كنت بتواجه الاحباطات ازاي؟ بنجاح بس. مبروك، الله يبارك والف فيك، مبروك يا ست الوالده ست الله يبارك كويس فيك يا فندم، ام احنا سليم سعداء جدا بيك. على مستوى الجمهوريه، واللي اتكرمت امبارح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في احتفاليه المراه المصريه في القاهره. احنا كنا سعداء جدا بلقائنا ربنا مع يخليك حضرتك، يا فندم، وربنا يوفقك ان شاء الله وتشوفي اولادك افضل ربنا اولاد يخليك في الدنيا، وان شاء الله ربنا يكرمك بزيارة الكعبة يا بإذن رب الله. يا رب. دعواتكم. تحبي تقولي أي ربنا حاجة؟ ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب ويوفقك. وشكرا جدا جدا ليكم. العفو، شكرا لحضرتك يا ست شكرا يا فندم. الوالدة، السلام عليكم. عليكم السلام.